سعيد اليوم هذا اللقاء لهذا المؤتمر الإقليمي ديال بركان. هذا الإقليم اللي كنتمله واللي تولدت فيه واللي كنستمد منه الهوية ديالي واللي ما كنبقى لي وفي مدى الحياة. من الاستحقاقات لنا خلينا عدة مرات كانت هناك تواصلية عنوية وحضورية كذلك والإخوان رؤساء الجامعات في الكونسيرفاتوار واليوم هذا المؤتمر الوطني اللي كيوجد وكيحضر المؤتمر الوطني السابق اللي بدا بين عام 2004 و5 مارس كما جات الكلمة ديال الأخ المستشار الجهوي فهو مهم جدا من جهة ديال التنظيمية كما جات يعني في توجيه ديال السيد المستشار الجهوي ولكن من جهة أخرى وهذا مهم جدا لنقف عند هذه يعني النحنة في الإقليم والمكتسبات اللي وصلنا لها بالنسبة للحزب في الإقليم ديالنا وخصوصا هذا يعني لقاء بالمناسبة باش نجدوا الوعد والعهد مع المواطنين ديالنا الإقليم سكان الإقليم ومع كذلك المناضلين والمناضلات يعني نمضي قدما في تقوية الحزب في الإقليم ديالنا وكذلك العمل على تنزيل كل الالتزامات اللي خديناها على عاتقنا مع المواطنين خلال هذه الشهور الأخيرة ديال لقاء الاستحقاقات. فالمؤتمر الوطني السابق كما جاء الكلمة ديال الأخ محمد بوجار هو يعني كيحتوي على قضية بالغة أولا لأن هذه الثقة اللي وصلها الحزب بالنسبة للمواطنين هي تاريخية على الصعيد الوطني فكذلك الحزب اليوم الحكومة راه باش تكون بحكومة ماشي هي باش تشارك في الحكومة الشيء يعني ماشي بحال تكون بحكومة وبهذا يعني مرحلة اللي هي كما جات الكلمة للإخوان السكوني اللي هي مرحلة صعبة يعني على كل مدى العالم وفي فيها يعني أزمة صحية وانعكست على الاقتصاد وعلى المشاكل الاجتماعية فانتظار اليوم الوطني ويعني كبيرة جدا فهنا مناسبة على الحكومة وهذه الحكومة اللي كيقودها الحرار شخص السيد رئيس الحكومة سي عزيز محمود هذه الحكومة هي والدة هذه الانتظارات الكبيرة للمواطنين وهذه الانتظارات اللي هي انتظارات اجتماعية بالخصوص وكذلك الحكومة واعية لأنها ستواجه تحديات كبيرة وحكومة كتحمل على العاتق ديالها التنزيل ديال الرؤيه الملكيه الساميه لصاحب الجلاله دام له النصر والتمكين لارساء اسس دوله اجتماعيه اللي كتمثل واحد الهدف اللي هو هدف اصيل ونبيل وتوجه استراتيجي للسياسه ديال الجمهوريه وبهذا السبب كنتمكن لكم بان الفريق الحكومي قيادة الأخ الرئيس السيد عزيز القنوش ومؤلفة ثلاثة حلفاء كتشتغل بانسجام كبير وكفريق واحد وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.